السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال واحد الدواء اللي في الحقيقة هو جديد ومنفرد من نوعه، يعني ما كانش وعد ولا يعني متاح دابا عند البيطري ومتاح عند يعني الصيدليات لي فيتيرينير، الا وهو التحصين وليس علاج الفوري، وانما هو تحصين ضد المرارة و الكبد، يعني انتفاخ المرارة والمشاكل اللي كتلقاها الكبد، يعني الناس اللي كيعطيو كيخلطوا ما بين الحوايج الناشفين وكيعطيو حتى الحوايج الخضراء. الحوايج الخضراء هما اللي كيصبوا في انتفاخ المرارة والنبولة كذلك. المهم كاين واحد الدواء اللي معروف وهو تي ام بي اس، هذوك معروف، هذاك الدواء كيدير 10 دراهم، كيستعملوا غالبا ملي كيوقع المرض، يعني حتى كيوقع المرض عاد باش كيمشيو يديروا هذاك الدواء. وهذاك الدواء كيستعملوه ايضا يعني المورفيتام، يعني ملي كتفطم الصغار كتستعملهم هذاك الدواء. انما هذا الدواء اللي جبت لكم هذا النهار سميتو هيبارينول. هيبارينول عقلوا عليها، باديه باش هيبارينول. هذا الدواء ماشي حتى كيوقع المشكل، وانما هو عباره عن تحصين. ممكن انكم ديروه للكبار والصغار، للامهات، للعشار اللي كيرضعوا، اي حاجه ممكن ديروه لها. هو الى شريتوه وشفتوا اللون ديالو، هذا هو اللون ديالو، يعني الرائحه ديالو هي ملي كتشموه كتلقاو فيه واحد الريحه ديال العسل الحر. انا شميتو بات لي الريحه ديال العسل الحر. هاد الدواء راه عاد ولا ما كانش سميتو هيبارينول. هذا ماشي حتى يوقع لك المشكل عاد باش تخدمه، لا، هاد الدواء هو عباره عن تحصين، والمشكل ديالو انه رخيص بحالو بحال تي ام بي اس. كاين الدواء ديال تي ام بي تي غي اس، يعني شرطه اس، هذاك ملي كيوقع المشكل عاد باش كدير هذاك الدواء، ماشي تحصين على مدة عام، هذا تحصين ديال العام. يعني الناس قلت لكم اللي كيخلطوا ما بين الحوايج الناشفة، يعني كيعطيو السيكاليم أو الخبز الجاف أو الذرة أو الشعير، ولكن كيخلطوا معاه الأشياء الخضراء أو القشور ديال 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 الفواكه، مثلا القشور ديال الخضروات. هذا دواء فعال، راه بالتجربة، أنا راه ما كنعطيكم الحاجة حتى كنجربها، راني جربت هذا الدواء راه عام وانا خدام مخير الحمد لله. وليت كنعطيهم الاشياء الخضراء، كنعطيهم القشور ديال البطاطس، القشور ديال، ممكن تعطيهم الخس، ممكن تعطيهم الفصه خضراء، اي حاجه كتعطيو لهم خضراء. راه هاد الدواء هذا راه جد فعال، راه رخيص في الثمن، راه بحالو بحال الدواء اللي كنت كنعطيكم، عطيتكم شحال هذه ديال تي ام بي اس. ولكن هاد الدواء هذا يعني الافاده اللي فيه هو انه دواء كتحصين، يعني ممكن ديروه من العام للعام، وهذا ممكن انكم ديروه للقطيع كامل، يعني لتر ديال الماء بحال هذا، هي غنوريكم الطريقه ديال الاستعمال. لتر ديال الماء بحال هذا كتجيبوا، يعني هاد المحقنه كيعطيها لكم معاه او تكون عندكم ماشي مشكل، وكتعمروا. انا غادي نعمر الطريقه قدامكم انتوما، هذه انتوما شحال من تدريجه، خمس تدريجات، يعني 5 سنتيمتر، كاين سنتيمتر الاول الثاني حتى ل 5 سنتيمتر، كتعمروها كامله هكا، كتعمر كامله انتوما حتى ل 5 سنتيمترات، ها هي انتوما كتعمر كامله انتوما 5 سنتيمترات وصافي. كديروها هنا هكا بهذه الطريقه صافي، وهذه هي انكم غادي تشدوها هاد الليتر هذا، غادي تفرقوه لهم على، الا كان عندكم الطاسات، الا كان عندكم طاسات، يعني كتحطوه في الطاسات، كل واحد كتكبوا لكم جغيمه جغيمه جغيمه. كان عندكم يعني الخزان ديال الماء وعندكم الشرابات ديك الحلمات، ممكن انكم تكبوه تزيدوه مع الخزان ديال الماء، صافي وراه خدام 100%. اذا
هاد الطريقه هذه ممكن انكم يعني تخدموها من العام للعام، يعني عندكم عام محلول بعشر دراهم، يعني في الحقيقه راه يعني شي حاجه رخيص في الثمن. وهاد الدواء ما كانش، راه البيطري عاد قال لي برحمه الوالدين يعني دير هذا الفيديو ونشروا، راه كاع الناس اللي محتاجين هاد حيت انا راني قلت له هاد الدواء اللي ديت عليك راه فعال في الحقيقه، راه خدم معايا مزيان. قال لي وهاد الدواء هذا حاول انك تعطيه كاع اي مربي ارانب، راه جد فعال، وفعلا راه عباره عن تحصين، كاين تحصين التسمم الدموي وكاين التسمم المعوي، كيستعملوا له ابره وراه غاليه في الثمن، سميتها سيفاباكس، ديال التسمم الدموي سميتها كونيبخافاك. اما هذا راه جد فعال، رخيص في الثمن، 10 دراهم، ماشي شي حاجه. هيبانيغول هذا دواء يعني الناس اللي كيخافوا انهم يعطيو الارانب ديالهم الاشياء الخضراء، هذا راه دواء جد فعال. الكيفيه ديال الاستعمال راني وريتكم لمده 3 ايام، صافي ملي نديرو 3 ايام هاد القنينه هادي احتفظوا بها العام الجاي، قال لك راه صالحه ما كتضيع ما والو، خليها عام كله. يعني ممكن ان انا دابا راه صافي، راه درت لهم اليوم الاول الثاني دابا الثالث، شوفوا شحال باقي فيها، راه عامره بزاف. هذه ممكن انك تحتفظ بها في مكان عادي، ممكن ان ما ديرهاش كاع في الثلاجه وتحتفظ بها، هذه راها ممكن انها يعني تستعملها العام الجاي، يعني 10 دراهم تستعمل عامين مثلا، 5 دراهم في العام راه زعما شي حاجه جديده وشي حاجه يعني الحمد لله رخيصه في الثمن. اذا هاد اليترو هذا غتفرقوا على القطيع كامل، جغيمه جغيمه جغيمه، كان عندكم الخزان كبوه كامل في الخزان، وان شاء الله راه دواء فعال 100%. ولما الناس اللي ما فهموش الطريقه ولا، انا كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم، وانا راهن الاشاره باش نجاوب على الاجوبه ديالكم. الطريقه راني وريتكم، 5 سنتيمترات كتكبوها في لتر ديال الماء وكتعطيهم لمده 3 ايام، صافي كيولي عندهم تحصين معوي 100%. اذا الحلقه ديالنا ديال هذا النهار هي هذه، كنتمنى انني نكون فدتكم بهاد الدواء اللي عاد يلاه خرج جديد. تكيو الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندوني، وزيد مازال نبحث لكم على مثل هاد الادويه الرخيصه ومعلومات يعني القيمه اللي شحال في لي كومونتير كيشكروني، وكنحس انني بنيت واحد العائله في هاد اليوتيوب. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا وتدعمونا نزيدوا لقدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.